يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي مشاهدين قناة كويت سبورت أينما كنتم. اليوم هو اليوم الختامي لمنافسات بطولة كأس الاتحاد الكويتي للإسكواش الموسم الرياضي 2017-2018 لجميع المراحل السنية، والتي أقيمت منافساتها على ملعب الاتحاد الكويتي للإسكواش وتحديدا في مجمع الشيخ سالم الصباح الدولي. تحت رعاية وحضور سعادة الدكتور حمود فليطح المدير العام للهيئة العامة للرياضة، اختتمت بطولة كأس الاتحاد للإسكواش لجميع المراحل السنية للموسم الرياضي 2017-2018، وذلك في يوم الاثنين الموافق 30 من أبريل لهذا العام على ملاعب الاتحاد الكويتي للإسكواش في مجمع الشيخ سالم الصباح الدولي الكائن بمنطقة حطين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوي عادل الغريب رئيس الاتحاد الكويتي للسكواش وأعضاء مجلس الإدارة الحقيقة على كل الجهود اللي قاموا فيها لإنجاح هذا الموسم.
الحقيقة سعيد اليوم إني أشوف يعني الحقيقة أندية يعني كانت فيما يعني سابق بالأندية الصف الثاني اليوم هم اللي يحتكرون البطولات، وهذا شيء الحقيقة يسعدنا، نحس إن هناك في تطور يعني في هذه اللعبة. أتمنى إن شاء الله بإذن الله أن في رفع الإيقاف أن نشوف من هالنجوم اللي شفناهم اليوم أبطال على المستوى الخليجي والعربي والأسيوي بإذن الله. تميز القرين، أنا فوجئت والله أنا بهالموضوع صراحة، بس واضح أن الجماعة يعني اليوم أن يخططون بشكل جيد، واضح أن يعني مثلث النجاح موجود، يعني في إدارة جيدة واعية وفي جهاز تدريبي يعني أكيد ممتاز، إلى جانب أن يعني اكتشفوا خامات خصوصا أن منطقتهم يعني تعتبر محتكرة للنادي. فأعتقد أنا اليوم أرجو أن جميع الأندية تأخذوا حذوهم، اليوم نادي ما صار له منشأ من 6-7 سنوات اليوم هو يأخذ كأس التفوق، هذا شيء يعني مشرف، واعتقد ان على الانديه الكبيره ان تدير بالها على نفسها شوي. طيب اجتماع اللجنه الاولمبيه الاخير شو اللي صار؟ والله طبعا كلكم يمكن لاحظتوا او قريتوا حتى البيان اللي صدر عن على موقع اللجنه الاولمبيه الدوليه، اطمنكم ان اليوم الامور طيبه جدا، وصلنا معاهم الى يعني مباحثات ايجابيه، وهذا ما قيل في البيان، واحنا وياهم الان في الطريق الصحيح في خطوات لرفع الايقاف. كل المطلوب منكم الصبر شويه ودون الدخول في تفاصيل، لان ما راح اتكلم عن اي تفاصيل، ولكن انا اقول لكم ان احنا ماشيين بالطريق السليم، وباذن الله يعني غريبا جدا راح تفرحون في رفع الايقاف عن الرياضه الكويتيه. وسط حضور جماهيري كبير وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للأسكواش، وفي حفل الختام للبطولة تم توزيع الدروع التذكارية من الاتحاد الكويتي للأسكواش إلى كبار الحضور المتواجدين في حفل الختام، وتكريم الفرق واللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى لجميع المراحل السنية المشاركة بالبطولة. وتم أيضا تكريم الحكام المشاركين بالبطولة من قبل الدكتور حمود فليطح المدير العام للهيئة العامة للرياضة ومدير وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للإسكواش. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم، احب اهني وبارك للفائزين وهني نادي القرين الرياضي اللي توج الكاس التفوق العام وجميع الانديه الرياضيه، واليوم الحمد لله بحضور الاخ الدكتور حمود فليطح الشمري مدير العام لهيئه عمل الرياضه اللي فعلا راعى ختام الموسم الرياضي، والحمد لله الكل سعيد واللاعبين والانديه الرياضيه كلهم شاركوا، ولن ننسى ايضا دور الاخ العضو الفاضل النائب صلاح خورشيد ايضا لحضوره ودعمه لنا اليوم، وان شاء الله لعبه سكواش راح تكون من اهتمامات الهيئه ومن اهتمامات الانديه الرياضيه والاتحاد، واحنا انا واخواني اعضاء مجلس الاداره هدفنا ان نهتم ايضا الحين بالناشئين، يعني مثل ما انتم شايفين اليوم ما شاء الله اللاعبين الناشئين في جميع الانديه الرياضيه تفوقوا على اللاعبين الكبار في الكم الهائل، يعني قبل عندك لاعب لاعبين الحين لا، عندك في كل نادي 4-5 لاعبين مميزين، وان شاء الله نتامن ان نسوي لهم برنامج خاص عندنا، راح تصير اكاديميه للمنتخب في الاتحاد، وايضا راح نعمل لهم بطولات وبرنامج خاص في تطور مستواهم ان شاء الله. راح نشاهد ان شاء الله منتخبات الكويت تنافس في المحافل الدوليه على هذا الدوري ان شاء الله. والله مثل ما تفضل الدكتور قال ان شاء الله خلال الشهرين القادمين ان شاء الله راح يكون في فرج حق الرياضه الكويتيه، وان شاء الله طبعا مثل ما انتم عارفين لعبه السكواش لعبة فردية ولها طابع خاص، يعني احنا دائما نحب ان نكون مميزين بين الاتحادات ونشتغل مع اخواننا زملائنا اعضاء مجلس الادارة ومع الاندية الرياضية، لان بدون الاندية الرياضية كان ما تشوفون اللاعبين والكم الهائل اللي موجود اليوم، فهذا يعتبر فعلا نجاح لنا كلنا ان عندنا 12 نادي يلعبون ويمارسون لعبة سكواش، فهذا شيء احنا نفتخر فيه صراحة. مقاطع بصراحة ما في ولا نادي مقاطع، احنا نتكلم عن مشاركات، يعني عندك من نادي الكويت القادسية العربي السالمية اليرموك الكل النصر القرين الكل مشارك، التضامن الشباب، يعني ماكو نادي مو مشارك معنا، كاظم الكل مشارك، فالحمد لله احنا يعني أسرة سكواش الأندية كلها يعني على قلب، سواء من عندنا من لاعبين من اداريين من حكام، لان لعبه سكواش واتحادنا احنا الحمد لله مو بس ان اللاعب يلعب، لا عندك ناس قاعد تدير اللاعبين، عندك مشرفين الانديه اللي هم يعتبرون الاساس، عندك المدربين هم ايضا الاساس، هذول كلهم هم دعم للعبه واللاعبين، فلازم احنا ايضا يعني نقدرهم، وان شاء الله راح انا مع اخواني اعضاء الاداره راح نعمل برنامج مو بس حق اللاعب، حق المدرب وحق الحكم وحق الاداري، عشان يكون عنده فعلا حس غير، لان اللعبه الفرديه ولعبه سكواش الانسان لما يكون يمارسها عنده احساس ثاني، وانتم ما شاء الله مثل التلفزيون الكويت عندهم كل يوم قاعد يشاركون معنا ويشوفون اللقاءات مع اللاعبين، يشوفون قناه الراي والقنوات كلها، انتم ما شاء الله من كون التلفزيون الكويت الاذاعه الصحافه كلها مو مقصره في دعم هذه اللعبه، وان شاء الله نكون عند حسن الظن، والله وفق ديرتنا وتحت رايه صاحب السمو الامير ولي العهد ان شاء الله. في نهايه هذا الموسم كل محبة توجهها لابنائك اللاعبين؟ بصراحه اقول لهم قواكم الله كثر الله خيركم، وان شاء الله اللي جاي افضل والقادم افضل ان شاء الله، واي ملاحظه اي قصور واحنا اسفين على القصور، بس ان شاء الله الايام اللي جايه راح تكون وايد افضل. وبهذا تكون قد اختتمت مباريات البطولة التي لعبت خلال الفترة من 19 إلى 30 من أبريل لهذا العام على ملاعب الاتحاد للإسكواش للموسم الرياضي 2017
2018. أنا اللاعب السابق ولاعب المنتخب الوطني عبد الله مقصيد، يعطيك ألف عافية وتشرفنا اليوم بتكريمك اعتزالك اللعبة رغم المشوار الطويل اللي أنجزته في هذا المجال. الحمد لله، أول شيء في البداية أحب أشكركم وأحب أشكر اتحاد الكويت سكواش صراحة على التكريم، وإن شاء الله هذه بداية جديدة إن شاء الله ننتجه للإدارة سواء في الاتحاد أو في نادي العربي طبعا، والله يكتب لي فيه الخير إن شاء الله للكل إن شاء الله. بالنسبة للعبة أنت اعتزلتها كلاعب، لكن هل في المستقبل القريب نشوفك إن شاء الله كمدرب وطني؟ والله إن شاء الله راح أتجه الاتجاه الإداري إن شاء الله، ما أشوف نفسي فني للأمانة، راح أكون إن شاء الله إداري يا في الاتحاد أو في نادي طبعا، ونشوف إن شاء الله الأيام اللي يقدم الله فيه الخير إن شاء الله. نتمنى لك التوفيق في حياتك الرياضية ومسيرتك وحياتك إن شاء الله ككل. شكرين، يعطيكم العافية وما قصرتم.
تابعنا وإياكم أعزائي المشاهدين خلال فترة تغطيتنا لهذه البطولة أبرز وأهم المباريات والنتائج واللقاءات. نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم ما ينال استحسانكم ورضاكم. تقبلوا مني أنا محدثكم عبد الله الدوسري ومن كافة طاقم فريق العمل لبرنامجكم رسالة الإسكواش، شكرا ومع السلامة.